أكبر الله. في مثل هذا اليوم من العام الماضي خرجت مدينة إدلب عن سيطرة النظام ليدخلها جيش الفتح ويصبح مركز مدينة إدلب محررا، ويستعيد الثوار أرضهم من سيطرة النظام الذي استعان بالميليشيات الطائفية. سبق هذا التحرير جهدا عسكريا كبيرا للفصائل المشكلة لجيش الفتح والذي استمر لخمسة أيام متواصلة. أصبحت بعدها مدينة إدلب محررة بشكل كامل. انتقلت العمل بعد التحرير إلى القيادة المدنية في مدينة إدلب، فتشكلت إدارة عامة لمدينة إدلب وبعدها إلى كافة المناطق التي قام جيش الفتح بتحريرها. كان لها بعض التحديات وبعض الإنجازات، وأهم الإنجازات التي قامت بها مثلا إحداث جامعة إدلب التي تضم حوالي أكثر من 4000 طالب وأكثر من 50 أكاديمي، توحيد ملف التربية أيضا والعمل في مديرية تربية واحدة وافتتاح المدارس والاهتمام في ملف التربية وإنشاء الجيل الجديد. وكان هناك أيضا بعض التحديات، أهم أو أقوى تحدي مرت به هو موضوع الفوضى المنتشرة بسبب وضع الحرب. هذا كان تحدي كبير في للإدارة في مدينة إدلب، وكذلك الخروقات التي قام بها النظام الغاشم. الأهالي في مدينة إدلب ممن كان قد عايش سيطرة النظام على المدينة لم يخفوا أبدا فرحتهم بتحرير مدينتهم، على الرغم من أنهم ينتظرون ممن حررها مزيدا من العمل على كل المجالات وليس فقط على الجانب العسكري. هلا ذكرى اليوم تحرير إدلب هو هذيك السنة كانت من أفضل ومن من أروع أيام اللي قعدت بهذيك السنة، وكان يوم التحرير لأنه كان فرحة لا تعادل أي فرحة عدت يعني على كل إنسان بيحب بلده. الشيء بقى اللي خدميا أو كذا طلع عندك تعليم خف كثير، يعني هلا في إدارة إدلب افتتحت أول جامعة ونزلت كثير اختصاصات الله يجزيهم الخير. بيبقى شغلة الاعتراف يلي هي مشان الطالب يتشجع كثير لحتى يدرس، يعني في نسبة كبيرة من الطلاب يعني زملائي وكذا ما للأسف ما رجعوا على الجامعة بسبب لا ما في أي اعتراف لهلا. والله بالنسبة لإدلب بعد التحرير يعني بصراحة إدلب الحمد لله رب العالمين صارت أحلى، صارت أريح نفسيا الحمد لله، خلصنا من ضغط نفسي كبير كنا عم نعاني منه، وإن شاء الله عبال ما تتحرر المناطق الباقي كلها. في نداء لأخواتنا اللي ساهموا الحمد لله والله يعطيهم العافية بتحرير المدينة، أنه لازم يكون في اهتمام بالجانب الإنساني لهالمدنيين أكثر من هيك. الحياة تتطلب جانب عسكري وجانب مدني، بتمنى يهتموا بالجانب المدني مثل ما بيهتموا بالجانب العسكري. في مثل هذا اليوم من العام الماضي 28 من آذار لعام 2015 أعلن عن تحرير مدينة إدلب عبر تلفزيون أورينت، وهو أول وسيلة إعلامية تدخل المدينة، بينما تمكن فريق أورينت نيوز من الوقوف في هذه الساحة ولأول مرة. شهر سماق أورينت نيوز، مدينة إدلب.